في جولة قادتنا إلى إحدى إسطبلات تربية الماشية بولاية عنوسار المنتدبة، لاحظنا العديد من الزبائن من يفضل اقتناء الأضحية أسابيع قبل التحضير للعيد، والتي تكون بأسعار معقولة خلافا لما هو موجود بالأسواق. نحضروه من اللي يخلق، وحنا نحضروه فيه للعام للعيد. اليوم بده يتبعته بسبعة وثمانية تاع 12 مليون، وكنت جماعة نبيع لهم الطباز انا يشروا عندي مشهر هذا حتى يعلموه ويخلوه حتى العيد، يخليه عندي يعلم حتى العيد. انا قصرت نبيعوا الليله عليه نافق العالم بهرب الصقار. الموال دار مبادره جميله جدا، هو انه فاتح الابواب نتاعو للمواطن باش يكون الاقتناء مباشر بين الموال وبين المستهلك. السعر ما يتعداش من 6 ملايين 7 ملايين، يعني الكبش اللي يوصل للمناطق المناطق الكبيره كما الجزائر العاصمه والبليده يوصل ب 12 مليون. العديد من الموالين بهذه الاسطبلات يعملون على تحضير هذه الاضاحي، فهم يؤكدون على جوده اغنامهم واسعارها التي تكون في المتناول حسب وفرتها. تقاسي وانت تربي فيه، عام وانت 12 شهر وانت تربي فيه، وتعال توكل فيه باش توجدوا العيد. العيد راهي للسوق، كان عاد دخل المال ياسر يعود المال رخيص، كان عاد السوق خاوي من المال يعود المال الغالي، هذه هي رانا نشوفوا الى السوق. وشحال راهم يديروا مثلا؟ يجوا الناس تشري مثلا من الزري بشحال مثلا الحاجه؟ راهم ديك الليله جوا من الزري هنا شروا بسبعه. مثل هذه الاسطبلات اصبحت قبل اسابيع من عيد الاضحى المبارك الوجهه المفضله لشراء الماشيه، التي تشهد استقرارا في اسعارها في انتظار ما ستعرفه تقلبات اسعار السوق في قادم الايام.